هذا الطالب جاب صفر في الامتحان رغم أن جميع أجوبته كانت صحيحة. خلونا نشوف شو كانت الأجوبة. في أي معركة لقي عنتر بن شداد مصرعه؟ جواب الولد كان في معركته الأخيرة. أين تم توقيع اتفاقية جنيف؟ في أسفل الورقة. ما هو السبب الرئيسي للطلاق؟ الزواج. ما الذي لا تستطيع تناوله في وجبة الفطور؟ الغداء والعشاء. الشيء الذي يشبه نصف تفاحة، النصف الآخر من التفاح. بيقول المدرس بعد ما شاف الأجوبة استقال وأخذ حقوقه واشترى غنم.